السلام عليكم متابعي قناة متميزون الأعزاء. أنزل الله تعالى عدة كتب سماوية على أنبيائه وأوكل حفظها إلى من نزلت عليهم، فتعرضت التوراة والإنجيل لتحريف البشر، وبقي القرآن الكريم كما أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دون تحريف أو تغيير ولو بحرف واحد. وفي هذا المقطع سنعرض لكم مقاطع لكل من التوراة والإنجيل والقرآن لنرى الفرق العجيب بينهم، وستلاحظون الفرق بمجرد الاستماع إلى هذا الفيديو، فتابعوا معنا. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم أإذا كنا عظاما نخرة هل أتاك حديث موسى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ياسين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفي النهاية لابد وأنكم قد شعرتم بالفرق الكبير عند سماعكم للقرآن الكريم، وهذا ليس بسبب جمال صوت القارئ، ولكن لأن القرآن الكريم له أسرار وكرامات ووقع جميل عند سماعه، فهو يخترق روحك ويسكن في قلبك ويجعل جسدك يقشعر لشدة التأثر به، ولا يمكن لأي كتاب آخر أن يؤثر فيك هذا التأثير. وبالرغم من أن الإنجيل يقرأ باللغة العربية وكان بجانب القارئ عدة أناس يقومون بدور الكورس، إلا أن أي شخص يستطيع أن يشعر أن هناك شيء غريب وغير صحيح في تلك القراءة والأنغام. وعلى العكس من تلاوة التوراة والإنجيل، فإن القرآن الكريم يقرأ من دون موسيقى أو أنغام أو أي مؤثرات لتغيير لحنه، بل أن القرآن الكريم نفسه له وقع جميل يطرب الأرواح والنفوس. فسبحان الله العظيم الذي جعل القرآن آية ومعجزة كبيرة على مر العصور. نرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. إن أعجبكم المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة دعما لنا والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.